نحن معكم اليوم وسنبدأ طبعا هذه الحلقة بلقاء مع الأستاذ الفنان المعروف طارق العلي اللي نرحب فيه معنا اليوم في برنامج نبض الخليج. حياك الله يا أبو محمد. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم ومشاهديكم وأنتوا عند أهلكم وحنا ضيوف وأنتوا هالدار. الله يخليك. هذا طبعا الشيء اللي لمسناه من أهل الكويت في هذه البطولة في الحقيقة. وطبعا الفنان طارق طبعا دائما ما ممتاز برسم الابتسامة على الجميع، لكن يمكن أكثر فنان خليجي شفته يخرج عن النص في الـ في الـ في, الـ في الكثير من المسرحيات شغلتي هذا. ويمكن هذا 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 الشيء الجميل وهذه بصمة الفنان المميز في الحقيقة، لكن أحيانا تورطهم بعض الفنانين معك. يعني هذا اللي ما بعد ما هو سريع بديه يتورط كيفه. نعم. أول شيء إحنا طبعا نقول مبروك سلطنة عمان المنتخب العماني، وأنا كنت يعني من أول يوم في الدورة وأنا أراهن إنه هذا المنتخب سيصل ويتأهل، ويمكن توقعات الأخوان كانت لمنتخبات أخوان الكويت أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات، ف لكن أنا كانت وقعي صحيح، قلت لكم العماني ما راح يهدونها، ما راح يتركونها، يعني ما جاوا من سلطنة عمان عشان أقول لكم خذوا الكاس، لا إحنا بناخذه ونرجع فيه. متابع البطولة أبو محمد؟ والله متابعين مباريات، يعني نشوف مباريات وشفت المباراة الأخيرة لسلطنة عمان مع إخواننا الإماراتيين، والحقيقة يعني كان لعبهم حلو ومرتب، نقل الكرة حلو، كان فأعتقد أن منتخبكم شوي في ترتيب أكثر. لك نشاط أيضا في البطولة أعتقد، حسب ما عرفت بأن هل قدمت شيء من البرامج الخاصة بالبطولة؟ عندنا برنامج الساعة 3:30 اسمه خليجنا باقي على قناة العدالة ATV، وأنا والزميلة الإعلامية حليمة بولند. ما شاء الله. طيب كيف شايف أجواء البطولة وهذا التجمع الجماهير الكبير اليوم؟ نشوف أعداد كبيرة من الجماهير في الحقيقة تتوافد على الكويت، أيضا من جماهير مختلف المنتخبات الخاصة الصاعدة إلى دول الأربعة. بقول لكم شغلة، بعيد عن الرياضة، وصول منتخب أو الإداريين إلى وصولهم منتخب العماني أو الإداريين هذا، أنا كنت جاي من الرياض وهم جاءوا بطيارة خاصة، يعني فنزلوا أغراضهم صوب السير اللي فيه شناطنا، طبعا طلعت معلبات الصناديق الحلوة معروفة هذه ضرورية، هذه الطيارة عمانية، هي احنا جايين من الرياض، كان ما يصير مو مكتوب، بس هم جاي أساس طريقة لأنها طائرة خاصة تشريفات، بس لازم ينزلون الأغراض ويعطلوننا ولا مية صندوق حلوة، هي كانت نصها حلوة ونصها ركاب يعني. إيه وأغراضكم هذه الكاميرات يعني فرق الجهاز الإعلامي. فقلت والله ودي أطق لصندوق منهم بس قاعدين ربعنا، قال لا هذه لنا، قلت أدري لكم المراد إن أنتم حياكم الله. اليوم إحنا أيضا يعني فرحين جدا بأن تكون دورة الخليج في الكويت بعد رفع الإيقاف عنا، وشكر جزيل لكل من ساهم في رفع الإيقاف، وشكر جزيل للمنتخبات اللي جات وشاركتنا فرحتنا من خلال دورة الخليج. نعم. الحلو في هالدورة أيضا ما هي دورة عادية، دورة أنا أسميها استثنائية، دورة أخوية، دورة ملتقى أخوان، دورة محبة. اليوم ايضا الجماهير الكويتيه المتعطشه اللي ثرست استاد جابر. نعم. الدولي، وحتى رغم ان عارفين ان منتخبنا ما له امل الا انهم حضروا يساندون هذا المنتخب حتى في المباراه الاخيره اللي كان خلاص. نعم. المنتخب الكويتي فقد فيها حظوظه لكن تواجدوا مع المنتخب. نعم. وهذا تواجدوا. نعم. الحلو ايضا رابطة التشجيع للمنتخبات، الحقيقة الكل كلهم يشجعون كل المنتخبات، يعني اليوم نجد طبعا من زمان أنا أتكلم على رابطة مشجعين عمان
ان هذه الرابطه ما تهمها المباراه كثر ما تهمها تنشر الفرحه والسرور لجميع ما في المدرجات، والدليل ان بعضهم معطي ظهر للملعب ما يشوف المباراه، ما يشوف المباراه، جاي يحمس، هو يلعب داخل المدرج، يلعب هالطبل عشان يسمع اللاعب ويتحمس اكثر. فحتى المنتخب عمان في نهايه المباراه بالتاهل قام يرقصون اللاعبين على الايقاع الموجود يعني. فنحيي رابطه مشجعين سلطنه عمان واللاعبين، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. نشوف ايضا تجمع مجموعه من الفنانين وراء منتخباتهم يعني في مدرجات المباريات، هذا التجمع الخليجي في كما اذكر دائما يعني في اللاعب، في اللاعبين سابقين، في اعلاميين، في شعراء، في فنانين موجودين في الحقيقه على المدرجات، وهذا التجمع يعطينا ايضا يعني صوره حقيقيه وجميله عن اهميه هذا التجمع الخليجي. شوف اليوم الفنانين تجمعهم تواجدهم هذا من حق مشروع، لان ايضا كل فنان يمثل بلده ووطنه، يعني يميز كمر فنانه وزميله، وعندنا شلنا موجوده في كل مباريات العراق بالمناسبه، فصارت جنى رئيسه رابطه، وايضا فنانين من عمان، في من الامارات، من السعوديه، فيحضرون من حقه وحق مشروع، وبعضهم يحب لعب اي منتخب اخر يطالع ويستانس ويشجع. نعم. يعني انت طبعا اليوم في تقديمك للبرنامج اكيد لازم تكون يعني قريب من المستطيل الاخضر تحديدا، يعني قريب من تفاصيل البطوله، لك في الرياضه في برنامجنا يعني خفيف. ياخذ نبذه بسيطه، لكون ان انا وحليمه يعني فنان واعلاميه، ما هو البرنامج مخصص يعني لتحليل المباريات، مش فني يعني، اي يعني هو فني شويه رتوش رياضيه. والحقيقه يمكن حرصنا انا وحليمه بدايه الامر اول ما عرفنا انه بيصير عندنا الحدث الرياضي الكبير اللي طبعا افتتح سمو الامير الله يطول عمره، قلنا بنسوي شيء، لان هذا حدث هالاشياء ما تكرر ولها معاني كثيره بالنسبه للكويت بعد الايقاف، قلنا يلا خلنا نسوي برنامج خفيف. والاخوان مشكورين في قناه الاي تي في يعني العداله، فسوينا هالبرنامج ومقابلات يعني الامانه يعني حتى ترتيب الضيوف مع الاخوان، الا انه لازم يكون لنا دور في والحمد لله يعني خذ ريت مضبوط وحلو يعني. لكن ابو محمد دائما طبيعه البرامج اللي تقدمها تاخذ ايضا نوع من الجانب الفكاهي اللي يعني هذه تمتاز فيه الكاريزما الخاصه فيك اللي ما ممكن انه ممكن اي شخص ثاني يعني ممكن يتقمص دورك فيها. لا لا انت يعني مثلا جايب فنان كوميدي يقدم لك برنامج، وبعدين احنا يعني طبيعه الحال انه يعني الموضوع على ارضنا ولازم نونس العالم، حطينا مسابقات خفيفه وجوائز حق الناس نبيها تشاركنا الفرحة وتستانس معانا. يمكن يختلف عن برامج أخرى إنه ما فيها الميزة هذه، إنه في جوائز في مسابقات، طبعا كلهم نقدرهم جميع البرامج اللي قاعد تغطي هذه الدورة، وكل برنامج يتميز بجوه يعني، فاحنا خذينا جو ثاني أنا وحليمة نتميز فيه. جميل. وانت ايضا يعني اليوم شفنا كثير من الممثلين يعني يقدمون بعض البرامج في القنوات، لكن كل واحد ما اخذ من شخصيته الفنيه اصلا داخل تقديمه، يعني اليوم عندك طابع مثلا اسلوب الارتجال اللحظي يعني في نفس اللحظه، واللي لكن يكون طبعا بطريقه مقننه، ويعني انت يعني ما قد يكون احيانا وهمي، احيانا تاخذ اتجاهات معينه من الوجه الفني لطارق العدل. شوف على الهواء يختلف على المسرح او التلفزيون، لان ايضا على الهواء يعني لا ايضا المربع هذا التلفزيون لا جوه الخاص، يعني حتى قفشاتنا خفيفه يعني. المسرح لا عاد هذاك جو ثاني او التلفزيون، لكن البرامج هذه يعني حتى يعني ما تصير لا اوفر ولا ان دون اللي انت تبيه الليمت المعين، فلها نكهتها الخفيفه ضحكتها، لا نصفق نغني يعني، ممكن انا في برنامجي اغني واصفق وارقص مع العالم، يختلف عن جوك انت كمذيع تقول لا انا مذيع، انا لو مثلا رقصت في المشهد او في التقديم
أظل طارق العلي الممثل. ما يمكن يجي مقدم برنامج هو مقدم برنامج ويرقص وهذا بيقولوا في شيء هذا. نعم. عرفت؟ من الأشياء اللي سمعناها أيضا عن برنامجك أنك يعني فجأة كذي طلعت موال عراقي. إيه يعني حتى في المسرحيات طلعت موال عراقي، لكن ما سمعنا شيء العمانية يعني بعد نحن يعني أو موال عماني مثلا، نحن بعد صاعدين للمربع يعني ما يصير يا أبو محمد. لا لك محبين كثير يعني في السلطنة. لا مو الغاز يعني احنا حتى ذاك اليوم قاعد يعني نسولف بالمسرح كنا هذا احنا يمكن بعض الأغاني اللي أنا اللي حفظها بس ما نعرف ذاك اليوم غنيناها لحن بالبرنامج غنيتكم سيفي وشعار سيفين ايه شعار سيفين والخنجر عماني ها ايوه هذه يلا عاد انت غن بعد يلا انا وراك زيد انت ما انا حافظ كلماتها شعار سيفين والخنجر عماني روح روح يا ناداني احنا يطلعوا لي طار لا 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 صرناي هذا الحين عدن بعد ما حافظ كثير يعني ما ايوه لكن لا هو الايقاع يخليك تعرف اكثر ايه تدخل في الجو يعني. ايه الكلمات شوي مو حافظها بس انه نردد حتى في البرنامج وتاهلوا غنيناها لهم. نعم اليوم معنا فرق أربعة وجماهير فرق أربعة تتوافد الى الكويت. نعم. واكيد انتم برنامجكم يعني من خلال هذه الايام اللي تسبق المباراتين الايام الحاسمه هذه الايام الحاسمه يعني تعطوا كل فريق اكيد حقه في مثل هذه الامور خاصه ان برنامجكم خفيف يعني اكيد يعني كل منتخب له حقه نعطيه نتكلم عنه يعني احنا ما راح نقصر مع اي منتخب. من مرشح انت؟ والله شوف انا على اللي اشوفه يعني ممكن هل تاهلوا اوكي انا والله اطمح ان مثلا منتخب البحرين يحصل على الدوره لان كونه المنتخب الوحيد اللي ما اخذها بس مشكله المنتخب البحرين ما عندهم مخلص ما عندهم اللي يعني يوصلوا ويرجعوا بس ما عندهم اللي يخلص الكره في الجول زين المنتخب العماني منتخب عنيد يعني جاي مصر انه يعني يكون له بصمة منتخب الإماراتي تكوينه حلو بس يبيله بعد شوية شدة أكثر يعني لا تدخل راهي هذه الرهات تخوف تشجع الفريق الثقة زايدة يعني إيه أنا يعني معاي ستاف بكونون تتفاجأ يمكن نفس مباراتكم معاهم مع الإمارات مفاجآت هذه كرة العراق ايضا يريد ان يفرح شعبه يعني انت عارف يمكن اليمن والعراق كانوا هالدولتين يمكن في امور عندهم داخليه نسال الله ان يتخلص امين فكل واحد يريد ان يفرح. ايضا الكويت يقول لك انا عندي وتونا رادين ودنا نونس لكن ما حالفنا الحظ المنتخب السعودي كان يعني الشباب أعطوهم ثقة ودخلوا بحيث أنه يقدموا شيء يعني قد يكون المنتخب السعودي يقول كان باعث المنتخب الآخر إثبات وجود لكن يعني فاجئونا أيضا في لعبهم الحلو نعم. فأنا أعتقد الدورة محصورة بين ثلاثة عمان والعراق والإمارات يعني البحرين يعني نحن في النهاية معناته ان شاء الله يعني احنا نتمنى الفريق العماني من اول يوم وانا في برنامجي اتكلم عنه نعم. اقول انه راح يعني قد يكون هو ويا العراق نعم. قد يكون مع البحرين قد يكون بعد ما يحالف الحظ يعني مع الامارات ما تدري يعني نشوف كرة احنا مدوره والقوال من اخطاء هذا عنوان مسرحيه ولا اي هي كرة مدوره راح المؤلف محمد رشود نعم ايضا نشوف التواجد الجماهيري الكبير واللي ذكرت انه ايضا يتواجد فيه مجموعه من الفنانين والشعراء وكذا نشوف كل في دورات كاس الخليج كل واحد يحاول انه حسب اختصاصه هو انه يشارك في مثل هذه الدورات خاصه اذا كانت في بلده اصلا يعني وحتى يعني حتى المنتخبات الاخرى يعني اليوم مشاركه الفنانين يعني اكثرها اغاني رياضيه يساهم في المقابلات يعني هذا نوع من ممكن يسوي زيارات حق المنتخب يعني يروح المنتخب يسلم عليهم طبعا وكل منتخب تدري له قوانينه
خصوصا بعض المنتخبات يحضر الاعلام يقولك لا ياثر على النفسيه ما هذا خطط رياضيه فلكن يشاهدون اللاعبين يشاهدون الاغاني يتحفزون والدليل انه لاعب في الملعب اذا قول او هجمه يشيل الجمهور يعني الرابط الفني والحس مع اللعب. نعم اليوم في الكويت من ابرز الاشياء اللي ساهمت ايضا في انجاح هذا الحدث الكبير هذا الحضور الجماهيري الكبير جدا اللي شفناه في من مختلف المنتخبات لكن تحديدا الجماهير الكويتيه في المباراه الاولى اللي حضرها ايضا وشرفها سمو امير الكويت ايضا يعني اعداد كبيره جدا يعني تواجدت داخل وخارج الملعب. نعم نعم. وايضا في المباريات الثانيه دليل تعطش هذا الجماهير على التواجد خلف فريقه بعد فتره الايقاف لذلك هذا البطوله لها طابع خاص عند الكويتيين. قلت لك يعني اليوم احنا عانينا من الايقاف من ربعنا بعد المشكله مو في بالعالم العالم ما وقفنا من فراغ المشكله عندنا الطامه عندنا البلوة فأنا الآن أنا أوجه رسالة أيضا أن اليوم إحنا كرياضيين كويتيين يجب أن نتعظ من هذا الحفل اليوم سمو الأمير لما يدعم هذا الملتقى ويتكفل بمصاريف الدورة بحيث أنه لأن بعشرة أيام ما تقدر كميزانية وأمور هذه على قولتهم تضبطها يعني اي الاداريه نعم. المستنديه الدوره المستنديه كتابنا وكتابكم ما نخلص فانا اعتقد اليوم على الرياضيين ان ينتبهون حق الدرس اللي صار لهم الضربه اللي تصحي من هو غافل وتنبه من هو صاحي اكثر نعم. والمتخاصمين يجلسون ويحلون المشكله الرياضيه اللي انتم سبب فيها يا الرياضيين. نعم. لأن ما لا أنا ولا أنت ولا فلان ولا علان. نعم. لا دعوة. إن شاء الله إن شاء الله الكل يعني هذا الوضع اللي شفناه بطولة كأس الخليج نتمنى أن يكون حافز أيضا للانطلاق إلى الأمام أكثر بالنسبة للرياضة الكويتية بشكل عام. يعني إحنا خلنا نرمي خلافات اليوم مصلحة بلد. أكيد. مصلحة نعم. شعب بعد أكثر من أن حاكم البلد الأمير. نعم. يدعمك. هذا احنا يجب ان نخجل نعم اكيد نخجل من انفسنا ونقعد على طاوله حوار واللي له حق ياخذه يعني هذا الخصام مو شخصي نعم لا أكيد. هذا بلد طيب ابو محمد حبيت ايضا يعني نطرح بالدوره الاجواء الجماهيريه الجميله بين الجماهير مختلف المنتخبات وتجمعها بعد المباريات للاحتفال معا سواء عمان فايز العمانيين والكويتيين احتفلوا بعد فوز عمان على اي انا هذا على سبيل المثال نعم نعم يعني هذه خصوصيه دورات كاس الخليج انها يعني تكون فيها علاقه الروابط والتجمع الكبير بين الاخوان والاشقاء أكبر من التنافس الرياضي ما في شك ترى طموح المنافسة لكل منتخب ولكل جمهور هذا حق مشروع أكيد من حقنا هذا داخل الملعب خارج الملعب شكل ثاني وضع ثاني الجميع يحتفل بهذا التجمع الخليجي هو أشوف دائما بعد بداية صفارة الحكم شغل أعصابك صفق غني احزن كيفك خلصت الصفارة يعني بداية المباراة ونهايتها خلاص خارج أسوار الملعب احنا مو اعداء داخل الملعب مشجعين كل واحد يشجع بلده لكن الروح الرياضيه نعم التآلف الاخوه وهذا هدف الدوره ان الرابع نعم يعني اقول لك شيء ان الاخوان يعني يمكن بداها اخ سعودي ان نظف مكانه يعني اليوم قاعد بعض اللي هذا ياكل حب وياكل انا ويوسخ المدرج ويمشي اليوم شفنا ظاهره جميله من ربعنا العمانيين قاعد ينظفون المدرج ويشيلون ويحطوا مكانهم السعوديين هذا الكويتيين يعني الاماراتيين يعني الجميع يبحث عن انجاح هذه الدوره بشكل حتى اليوم صارت سنه حميده نعم ان انت اليوم قمت من مكانك خلاص صفقت شربت بيبسي ماي هذا تترك المكان مثل ما حصلته اي لانه في عامل نظافه بيجي ينظف وراك خلي على الاقل اكيد اذا نظف ينظف انه بس يشيل الكيس نعم على الاقل
لأن هذا العامل بيفتر على المدرج بس. صحيح. نشوف أبو محمد يعني ما نبغى نطول عليك لأن عندك بعد شوية برنامج. لا الحين بس نقطة أخيرة عن تنافس الإعلامي اللي صاير أيضا بين القنوات وأيضا التنافس حتى على المواقع الجميلة في دولة الكويت، وأعمال رياضية يمكن اختارت هذا الموقع أيضا في هذا السوق التراثي الشعبي. ذكرني بسوق مطرح. نعم هو يمكن نفس المباركية من الأسواق المهمة، وكنا بالزاوية اللي هناك كشك الشيخ مبارك الله يرحمه. طبعا موقع جميل، وأنا قلت لهم بالمباركية والله العمانيين مهينين، يعني معظم المواقع اللي اختار فندق اللي اختار بحر، بس العمانيين عرفوا وين. نعم هو ايضا هذه الدورات يا محمد فرصه ايضا لابراز الجانب الحضاري للدول، الهويه الحقيقيه لهذه الدول، الجانب التراثي اللي تتمتع فيه هذه الدول، دليل طبعا تاريخها وحضارتها العريقه بلا شك. اكيد يعني مباركيه يحبونها الناس. نعم يعني رغم حتى لو وين ياكل بأرقى مطعم. نعم. إلا أنه يجي ياكل هني كباب بالضبط. سويخات كباب مشوي المطاعم. نعم. ما شاء الله. نعم. الجو الحلو هني طبعا أكثر شيء يشتروا رهش حلوة يعني أيضا الأشياء هذه ذكرت رهش الأشياء الحلوة إيه الزلابية ما الزلابية موجود موجود لا لا اللي أقصده الجو التراثي. أيوة نعم. نعم الله يخليك بس ما عندنا البان لا هذا خاص عاد هذا يعني حصري حصري هذا سوق مطرح شوية مغلق لكن يعني هذه يعني التشابه باللحظة والعمانيين أيضا يمكن كثير من شوابنا عاشوا في الكويت. نعم ويمكن لو تحضر المباركية الشواب قال الله أنا كنت أجلس هنا أقعد هني يتذكر زوايا المكان. بس يا أخي أبو محمد كلنا ديرة واحدة ما شفنا شيء يا أخي ما شفنا شيء مضبي وهالأشياء المشوي شوف هذا الامور يعني ما عندكم مو طبخنا ايه يعني انكم احنا المشابيس المضبي على المندي هذه ماكولات سبيدي ما سبيدي هاي اشياء حلوه يعني هذه طبخات يمانيه وسعوديه اكثر شيء. نعم نعم يعني هذه يمكن اخواننا العمانيين عندكم ما انا كليت بيت الله يمسي عليه في عامر فيصل العامري. نعم فيصل طلال. نعم اي فيصل طلال عامري. نعم. طلال انا مسميه النجري في التحاليل اكيد امسي عليه وعلى اسرته كريمه وجه لهم تحيه كلهم جميعا يدو والدتهم انت زرتهم في المصنعه بعد اي مصنعه والدتهم امي يعني الله يخليك فيصل لا عصبت عليه ما يكلمني يخليها هي تكلمني عشان تجي الامور واصله يعني انت قاعد تقص علي لان مره كان يعني طبعا شغل مو نعم فاقول له فيصل وين فقال ها يدو بتسلم عليك الحين انا كلمه تقول لي يدو فكلمتني يدو فقعدت اسولف معاها واضحك حطك في الامر الواقع يعني. قلت لا شيء طارد تعرف وين تقص علي اكيد الله يطول عمرها ويطول ان شاء الله طول اعمار نوجه لهم تحيه والديكم كلهم ويرحم من توفى ويخلي من بقى ان شاء الله الله يخليك استاذ ويحفظ ايضا جلاله السلطان قابوس طول عمره ويعطي الصحه والعافيه ان شاء الله امين امين كنا سعداء جدا لما جاي من رحله العلاج ويعني هذا الرجل اللي يعني ما نعجز عن وصف ما قام به لبلده ووطنه من عمران من رخاء من يعني أعطى أيضا البنية الجميلة للشخصية العمانية. نعم. وهذا طبعا ما جاء من فراغ إلا أنه الشعب العماني شعب يستحق كل خير. الله يخليك استاذ طارق العلي نحن شاكرين تواجدك معنا اليوم حبيب. في استوديو نبض الخليج حبيبي حبيبي اسمح لي على تاخيرك على البرنامج لا 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 ما يهمك ما يهمك اخاف لا المخرج بعد لا تشريف على... تشريف ايوه بعد مدير اعمالك يعني كان يكلم المخرج من شويه ايه. عشان ما يسوي لنا مشاكل لا لا احنا على فكره احنا كنا بصراحه ونحن شاكرين لك حقيقه انك نعم. لبيت الدعوه مع انك كنت مضغوط جدا لكن لما ذكرنا لك الاكله مالتكم احنا انت سالتني على هذا عندكم طبخه سواها لنا ها مشوي ايه لا في شغله لها اسم ايش ساعدني طارق اللحم يكون مثل مشوي بس ايه تنور لا 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 مضبي لا ما يستوي لا شغله شيء معجين هذا مال صلاله لا في شغل مال مصنعه شغل مال مصنعه كيف يعني هو رز وعيش ايه اللحم مثل المشوي بس طبعا عليه قبولي قابولي هو قابولي واحد
هو هذا لان انا بعد ما بتغدي يعني فتذكرت يعني عشان شيء طلع لك المنيو بوجهك. ايوه هذا قبول يعني كليت ترى جابها طارق با عمر يعني يساعدني يغششني يعني. لا بس ايه لا قابولي كلنا يعني في مصنع بيت اخوي طلال العامري ونوجه لهم تحيه اكيد وكل ما يدي جيبوا لي قابولي القبول ترى طلال موجود ابو فيصل بعد موجود هنا يعني اي عندهم تحليل المباريات حق العصبيه هو البحريني نجره اكيد لازم هذا مباراه الاعصاب نعم 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 شاكرين لك تواجدك معنا حبيبي الله يوفقكم ان شاء الله وكل التمنيات التوفيق للمنتخب العماني واذا صمد وعلى نفس لعبة وشوية زيادة أنا أعتقد فال الكاس إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك حياكم مواصلين معكم مشاهدينا الكرام في نبض الخليج.